لا خليني بقى أسألك يا كابتن على يعني مشوار أفريقيا بشكل عام، أو نتكلم على البطولة بشكل عام، شايفها إزاي النسخة الحالية دي في ظل استفاقة فرق كتير، منها الترجي، منها سان داونز الإفريقي، جنوب إفريقي، شايف إزاي النسخة الحالية؟ يعني هو انا شايف من رؤيتي يعني الفتره اللي فاتت ان في فرق اتعلمت من النسخه اللي فاتت، يعني فرقه الترجي اتعلمت من الكبوات اللي حصلت معاها، وبالذات في حسوا بقيمتهم او بضعفهم في الفتره اللي هي لعب فيها نادي الزمالك في كاس السوبر، ورجع لعبه في المجموعه تاني، وبعد كده خرج، وبعد كده برضو وفرقه سان داونز برضو اتعلمت من خلال النسخه اللي فاتت لما الاهلي الحمد لله رد الاعتبار وكسبهم في استاد القاهره وتعادل معاهم هناك، بس عمل برضو ماتش كويس. كل الفرق دي اتعلمت من كل الاحداث اللي حصلت معاها، وبالذات مع الفرق الكبيره. فاعتقد ان هم فوقوا فرقهم ببعض التدعيمات سواء ماديه او من اللعيبه، وعدلوا برضو من الاجهزه الفنيه بتاعتهم. كل دي ساعدت ان هي تظهر مره تانية في بطولة أفريقيا. التشبيه بأن احنا ممكن نكون مختلفين في حتة أن النسخة دي برضو ممكن تكون مشابهة للنسخة 2006 برضو. أنا كنت لسه بتكلم معاك في الفاصل، لأن مع اختلاف أن الماتش كان بره وجوه، يعني احنا مثلا فيتا كلوب تعادلنا معاها هنا، ان شاء الله بإذن الله هنروح نكسب الماتش هناك يعني ان شاء الله، ونرجع بثلاثة بونت ويبقى في حاجة كويسة إن شاء الله. شايف النسخة الحالية ممكن تكون في صعوبة النسخة اللي فاتت، ولا ممكن تبقى أصعب كمان؟ ممكن تبقى أصعب، ممكن تبقى أصعب، لأن أنا زي ما احنا لسه بنتكلم دلوقتي إن في فرق فائت وفي فرق كمان ظهرت، يعني مثلا سيمبا ممكن يكون الناس كلها برضو في خلال النتائج الإيجابية اللي عملها بره ملعبه أو جوه ملعبه الفترة اللي فاتت ماشي بشكل كويس لحد ما بالنتائج بتاعته، الا ان برضو في فرق كبيره برضو احنا كنا بنتكلم عليها زي الترجي وسان داونز برضو ماشيين بخطى ثابته ان هم يرجعوا نفسهم في ظل انخفاض المستوى اللي كانوا فيه في النسخه اللي فاتت. بترشح مين انه يتاهل الدور ربع النهائي عن المجموعه الاولى؟ الفريقين اللي ترشحهم في دوري ابطال افريقيا. مجموعتنا احنا مجموعتنا احنا انا برشح الاهلي نمره واحد طبعا، اول مجموعه ان شاء الله، وغالبا هيبقى سيمبا معاكم. سيمبا تنزيل. سيمبا تنزيل.